والله يا ابو احمد احنا نتشرف نطلب يد ولدك احمد حق بنتي مريم. الشرف لنا يا ابو مريم، احنا ناس نشتري البنت. احمد يا احمد. ابو مريم بس بغيتك في كلمة راس. ان شاء الله حيك. ايش دعوه قاعد بعيد؟ حياك يا امي، خلنا نسولف معاك. تدرس ولا تشتغل؟ لا والله تخرجت وقاعد ادور على شغل. واذا قلت لك ما تشتغل وتكون قدام عيني في البيت؟ لا والله افضل ان انا اشتغل واعتمد على نفسي. وشلونك مع الطبخ؟ والله اعرف اطبخ شوي بس ممكن اتعلم عشانك. فديتك. هاي بان نقول مبروك.